فلا بد لنا أن نثقف أنفسنا وأولادنا وكل من يرتبط بنا بمن بالثقافة الصحيحة. تفهمني لولا؟ إذن المعرفة أساس في تحقق الحب. زين، إذا الإنسان تعرف على الله فإن الغاية الأساسية من معرفة الله التوجه إلى الله. كلما عرفت الله كلما زاد ميلك علماً لله، فترتبط بمن بعد؟ بالله تبارك وتعالى. فمن يقول إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه، يعني أن هذا العبد قد قدم إلى الله تبارك وتعالى، فتنزل عليه ألوان الامتحانات والاختبارات فيتجاوزها العبد. تعال معي إلى هذه الرواية حتى أختم بها المجلس. هذا كتاب تحف العقول لأبي محمد الحسن الحراني في صفحة 358، التفت للرواية جزاك الله خير. يقول دخل واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه فقال أنا من محبيكم. بس هذا مو حكاها يا مرتضى، حكاها من الصادق. شوف الإمام ايش قال له، انتبه. فقال من محبيكم ومواليكم، يعني هم أحبكم وهم شنو مشايع لكم. فقال له عليه السلام لا يحب الله عبدا حتى يتولاه. ها، تبين أن الميزان في حب الله شنو؟ حبهم. إذا لابد أن يكون بين الله وبين العبد وبين الله شنو؟ علاقة طاعة. إلى أن قال من أي محبينا أنت؟ فسكت الرجل. شنو نب؟ يعني محبيهم هم على درجات. فقال له سدير وكم محبوكم يا ابن رسول الله؟ أحد أصحاب الإمام. فقال على ثلاثة طبقات. طبقة أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر. أوف، هذول ظاهرهم مع أمة أهل البيت. إحنا شيعة موالين، لكن واقعا هسه راح يجي يبين شنو معنى هذا حب العلانية. من يجي واقعا يصلي صلاة الصبح ما يصلي، أصلا يصلي لا لقد ما يصلي، قد يكون يؤدي أحكام الشرعية أبدا. بس أنا أقول لك من يصير أيام أجواء محرم شو يسوي؟ يظل يلطم، وهم يلقى لك من لسانه يقول له يلا ما يخالف، السواد إلى أعظم ينفع. هذا مثل هذا الإجل الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال له أنا والله وقفت ويا الجيش المحادي ضدكم بس أنا قلبه وياكم. قال له سبحان الله، قلوبكم معنا وسيوفكم ضدي. أنت قلبك ويانا وسيفك ضدنا، خب شنو نتاج هذا بعد؟ إلى قيمة هذا بعد؟ لأنه الإنسان إذا ما يعمل خب بعد قيمته شنو بعد؟ شنو الدعوة المحب والموالاة ولا يوجد عمل في الواقع الخارجي؟ فلذلك قال طبقة أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر، وطبقة يحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية والعلانية، وهم النمط الأعلى. انتبه، شربوا من العذب الفرات وعلموا تأويل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الأسباب. يعني ذول اللي يحبونهم بالسر والعلانية شنو؟ شربوا من عذب الفرات، يعني تعلموا، واضح؟ وتأويل الكتاب يعني من يكب القرآن الكريم ويطالع على جريدة، لا ينطبق عليهم عنوان التدبر والتفكر والتأمل، وأنهم ما مرت بهم آية إذا كانت فيها فرح استبشروا وإذا كان فيها حزن حزنوا. بعد وسبب الأسباب يعني توكلهم المطلق عليهم على الله، فهم النمط الأعلى. الفقر، انتبه لي هسه، الفقر مو شرط المادي، انتبه، والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل. هسه لو أكو سيارات كان يقولهم أسرع مين من جري السيارة. طبعا الرواية طويلة، يقول له وصف لي ذولي، يقول له أما ذول عرفوا الله حق المعرفة وحكموا بعلمه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإقامة الصلاة كذا وسووا هيك بالزكاة،
فات كلام طويل